اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، 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 واجعل خشيتك واجعل خشيتك 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 أخوف الأشياء عندي، أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا، واقطع عني واقطع عني واقطع عني واقطع عني حاجات الدنيا، حاجات الدنيا، بالشوق بالشوق إلى لقائك إلى لقائك إلى لقائك. مخارج کا خیال رکھیں، ان کو صحیح طرح ادا کریں. الى لقائك الى لقائك، واذا اقررت اعينا واذا اقررت اعينا اهل الدنيا اهل الدنيا من دنياهم من دنياهم، فاقرر عيني فأقرر عيني فأقرر عيني من عبادتك من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي. پھر سے پڑھیں، مخارج کا خیال رکھیں. واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حب حبك أحب الأشياء إلي، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي. پھر سے پڑھیں، حاء اور حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں. واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك.
وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ